اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الروبورتاج اللي غندير لكم عند الصانع التقليدي المغربي اللي كيتقن القفطان والدفينه والتشامير. علاش؟ لانه كاين واحد الحوار على الفرق بين التشاميره والدفينه مع القفطان. فالقفطان المغربي والدفينه والتشامير هما صناعه يدويه كيصوب فقط الرجال. الان هذا السيد هذا كيصوب لنا الدفينه اللي بتكون مع التشامير او القفطان، يمكن تكون مع التشامير او القفطان، وانتم شفتوا كيصوب كل شيء بيدو وتيصوبوا باش لانه طلب من شي مرأة اللي جات عندو عجبت له الثوب وغيصوب لها بهذا الفيلدور. باش كتشوفوا كل شيء كيتصوب بليت، وكنتمنى تفهموا الفرق بين الدفينه والتشامير. دابا هذا كيصوب الدفينه، والان غادي نجي نوريكم السيد اللي كيصوب القفطان. الان شوفوا اليد العامله اليدويه ديال الصناع المغاربه اللي كيتقنوا القفطان. اذا لاحظتوا معايا تيصوب هو دائما بيدو، ونتمنى انه يقولوا لنا بعد الدول واش عندهم نفس العمل باش نفهموا واش كاين، باش ما نكونوا كنتسموا تحتكروا بوحدنا. القفطان هو القفطان مغربي والدفينه والتشامير مغربيه. نجي الان كذلك عند واحد السيد اخر، ها هو حتى هو كيصوب هذه الدفينه اللي كتصوب بهذه السلعه هذه كيف كتشوفوا. الان هذا الصانع التقليدي حتى هو نفس العمليه. بالنسبه للجلابه كنلاحظوا كيفاش كذلك تتصوب يدويا. شوفوا هذا السيد، هذه الجلابه غادي تكون هذه معروفه كذلك الجلابه المغربيه. اذا هذا روبورتاج درته لكم باش تعرفوا الفرق بين الدفينه والتشامير والعمل اليدوي اللي كيديروه المغاربه اللي كيتقنوا القفطان ديالنا المغربي. وهنا نحن ممكن نقولوا ان الغناء ديال القفطان المغربي معروف كله باليد اليدويه. وتحيه لكم وشكرا على هذه المتابعه. مره اخرى غير باش نوضح لكم الفرق بين القفطان بوحدو والدفينه معيش كتلبس، لان القفطان تيكون غير بوحدو والدفينه كتكون مع القفطان او التشامير. الاخ يمكن لك تقول لنا هذه القضيه هذه باش نفهموا. بوحدو والدفينه ما يمكنش تلبس بوحدها بلا قفطانه. دائما اذا القفطان ما تلبس الدفينه. اذا الدفينه لابد مع اما القفطان اما التشامير. اما القفطان كيتلبس بوحدو. شكرا لك، وهذا تفسير وتوضيح للناس اللي ما تيعرفوش الفرق بين الدفينه والتشامير مع القفطان. ولكن راه العمل اليدوي هو نفسه، يعني الزواقه كتكون كيف كيف يا كنعلم تتكون كيف كيف نفس الخدمه غير هو هذيك تتكون هذا هو الفرق بيناتهم. شكرا لك وتحيه لكم مره اخرى باش تفهموا الفرق بين الدفينه والتشامير عندنا هنا في المغرب. شكرا. هنا صاحبه السمو الاميرات مع سيدنا محمد السادس والاخوان ديالو والاميرات اللي لابسين القفطان المغربي باش تعرفوا انه لباس الاميرات كيف كتشوفوا. وهنايا انا كمرشد سياحي كنت جبت ناس اللي تيحبوا بلادنا من الاخوان الجزائريين وشراو بزاف لان عجبهم هذه الخدمه ديال القفطان المغربي. كيف كتشوفوا العمل اليدوي المغربي من اجمل ومن احسن ان القفطان المغربي معروف. حتى اللبس ديال الرجال الحمد لله كيف كتشوفوا لا جلابات الرجال ولا الجبادور ديالهم ولا كل شيء كيف كتعرفوا هذا هو القفطان المغربي والجلباب المغربي اللي معروف والاخوان في الجزائر تيحبوه بزاف وتيجيو يشريو عندنا هنا في مراكش او في فاس كيشريو بزاف ديال القفطان المغربي والجبادور المغربي. تحيه لكم مره اخرى والسلام عليكم.